فكره المهاجمين الاجانب اللي دايما مميزين في الوداد تحديدا، سمو كمان عامل اداء رائع جدا مع الوداد في هذه البطوله. اتفضل اجاوب معاك. سامبو يعني الوداد هو سامبو وسامبو هو الوداد. الله على الحمد. ده حقيقي يعني دي حقيقي بجد. يعني انت كنت اتكلمت في قصه ان سامبو وفي اسطمبه معينه كده في الوداد في المهاجمين بتوعها، اللي هو احنا عايزين حد قوي جوه ال18 لطيش. اللي هو انا مش عايز حد بتاع كوره ولا بيلد اب ولا مهاجم وهمي، انا عايز مهاجم كلاسيكي صريح من الناس القديمه بتاع زمان. عارف انت المفهوم القديم بتاع الافارقة، احنا جايبين افريقي ليه؟ بيجري، ممكن يجري لك ثلاث ماتشات ورا بعض كده على طول، ما عندوش مشكله. قوي بدنيا. هم عايزين الاسطمبه دي. صح. وانا بصراحه مدرسه كوارشي وكابونجو كاسونجو المدرسه جدا. هم فعلا بيحبوا المدرسه دي، وهم فعلا نجحوا في التعاقد مع سامبو، لان سامبو هو الهداف بتاعهم 12 هدف، وهدافهم في دور الابطال بست اهداف. فالراجل يعني مرعب. طيب تعالوا نجيب ارقام على طول عشان يعني يا ريت يعني يجيبوا الارقام، لان في حاجات كده من سامبو فعلا تحسسك بالخطوره من ناحيته. يلا. بص يا سامبو قليل ال 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 طيب هو بص سامبو ما بيلمس الكوره كتير جوه ال 18. ماشي. يعني هو مثلا في الدوري هو مش رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، هو رقم 17 في الدوري، ومع ذلك بيلمسوا الكوره جوه ال 18. جوه ال 18 ومع ذلك هو الهداف. هايل. يعني لمسات قليله بس انتاجيه كبيره. الفاعليه بالظبط. بس في الحاجه الثانيه والمهمه برضو ان الراجل لمس الكوره 48 مره، عمل 46 تسديد. فاذا نستنتج من الحوار ده ان كل لمسه عنده هو عنده حاجه متبرمج على حاجه معينه. هستلم هشوط. انا بقى لا هسلم. لمس الكوره داخل منطقه الجزاء 48 وسدد 46 منهم، 9 خارج المرمى. يعني تقريبا اللي من داخل المنطقه كانوا شيل 9، يعني بيتكلم في 35 37 37 كوره من 48. يعني يا خبر. هو مبرمج. يعني بني ادم مبرمج جوه الملعب، انا هستلم هشوط والكل بيخدم عليا. اللي الرقم ده بقى بتاع الاهداف بتاعته، التنوع كمان. التنوع بقى ده الحته دي اللي احنا اصلا هنتكلم عليها لوحدها. ان الراجل يعني مش هيدر، هو عنده دماغ بيشوط بيها. ماشي. حرفيا. لان الراجل ده مسجل 4 اهداف بالراس، 4 بالشمال و4 باليمين في دوري الابطال. مسجل 4 بالراس و4 برجله الشمال و4 برجله اليمين. ال 12 مش الراس الشمال والراس اليمين. لا عشان باكد. لا 4 براسه، 4 برجله اليمين، ارجع 4 برجله الشمال. حلو. ماشي. في الدوري في دوري الابطال هو جايب 6 اهداف. تمام. نصهم براسه. حلو. فاذا انت هنا قدام حاجه او مفهوم لازم تاخد بالك منه، ان الراجل هيدر كويس. هل الراجل بالهيد بس؟ لا، هو انا عايز اقول لك ان 80% من الاهداف دي جايه من العرضيات. 80% من الاهداف دي جايه من العرضيات. العرضيات طبعا هي الناس مفهومه عن العرضيات اللي هي بالراس. لا. العرضيات بيتعامل معاها بكل حاجه. هو دايما الكوره بتجيله، هو بيتحرك كويس، قوي، شرس، عنده قوة بدنية مش طبيعية. يعني كرة أرضية، كرة عرضية عالية، ردية أرضية، أنا كده كده قريب منها. وبعدين في مدافعين يقول لك إيه، أنا هراقب الرجل اليمين أو الرجل الشمال، يعني بيبقى قريب من، هيجيبها لك باليمين أو هيجيبها لك بالشمال أو بكل الأحوال أو براسه. لا، هو مع الأسف يعني مع الأسف هو الراجل ده ما عندوش نقط ضعف في حتة إن هو إزاي بيشوط. يعني زي ما الأرقام واضحة، 4 برجل الشمال، 4 برجل اليمين، 4 براسه. ده غير اصلا ان هو ال 46 تسديده دول منهم 16 بالراس. انت بتتكلم برضو في اكتر من ثلث الرقم براسه. فهو هو لاعب شامل. شامل مش طبعا انا مش بتكلم عليه اوروبيا، بس هو لاعب جوه ال 18. لا، اللي يتعمل له مليون حساب. صح. وعلى على مستوى المهاجمين في القاره الافريقيه هو واحد من احسن المهاجمين دلوقتي. اتفق. يعني اتفق جدا. يعني هو من احسن المهاجمين اللي موجودين في القاره. واتمنى ان يكون عندي مهاجم بالشكليه دي. انا لو عندي مهاجم بالشكليه دي في النادي الاهلي، انا بقول لك ان سامبو ده يخلص الدوري على الاقل ب 25 جون مثلا. ممكن اختلف معاك عشان اقول لك برضو، بس الاهلي بيحتاج المهاجم بتاعه لعيب كوره شويه عن كده يعني. طيب بص انا هيورينا بقى. بص عشان الاهداف دي اغلب الاهداف اللي سجلها، ولاحظ معايا هو بيشتغل عليه. بص هتروح والراجل بيتحرك، هيقطع الايم قريب، يلا رجل الشمال فينش. حلو. كمل الهدف اللي بعده. ماشي يا عم سامبو خلاص. هو الميزه كمان جايب سعر قليل قوي، 400000 يورو. ممكن تقدم الفيديو عشان ده اعاده الهدف يعني. هجيب لك اللي بعده. خلينا نشوف الجول. حلو برضه. لا هو حلو يعني. ما نتكلم، ما نقدرش نتكلم. هو اللعب كله عرضيات. فين سامبو؟ مرسلين كمان جايين. نزل لها بدماغه كمان عادي جدا. ما عندوش ادنى مشكله.
لا ده هو بيشوط براسه يعني هو هناك. عنده قوة بدنية كبيرة وكمان بيعرف يعني عنده فليكسيبيليتي عنده مرونة بس ادي باليمين باليمين دي حلوة قوي بص الفيرست تاتش على طول لا هسند ولا ههزر انا 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 جوه ال 18 عايز اجيب جول ده سامبو هايل انا عايز بس يعني يجيب لي الهدف الاخير لان ده أوه. المهم اللي هيوضح لك قد ايه ان هو لازم يتخاف منه اهو ده الجون اللي قال عليه ده اللي حلو هو جول حلو فعلا حلو قوي القصبه اهو انت انت مش ملاحظ ان الاسطمبه الواحده لكل الاهداف ان هي عرضيه بالراجل بيقطع ده بالراس بقى بس على فكره هو ممسوك يعني بالشكل ده وممسوك فهو مهاجم نوعيه لازم يتخاف منها نوعيه لازم يتعمل لها مليون حساب اه طيب. اه دي 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 فعلا شوطه بالدماغ في نهضه بركان هو مش والله ما بهزر هو بيشوط بالدماغ فلازم يتعمل له مليون حساب هيتعب قوي يا عبد الله ياسر بس هم رجاله هيشيلوا بص بقى دي دي الحته بقى اللي انا بقول لك عليها ان هو ما بيهزرش يا باشا انا 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 مش بتاع حاجه لا هسند ولا هبص لحد انا راجل عايز اجيب جون انا راجل هداف فدي العقليه بتاع سامبو طيب هم بيستغلوا سامبو في فكره التسجيل بس لا على فكره سامبو بيستغلوه برضو في حاجه تانية ان هو دايما بياخد او بيخطف عين دايما يا مدافع يا اتنين يعني الفكره الهجوميه هو خاطف اتنين اهو دلوقتي معاه هوب خد يا باشا لوحدك جول بالظبط لاعب رائع انا عايز اروح بقى الفكره الهجوميه اللي بيشتغل عليها او تركايه كده صعدتهم للنهائي حرفيا تركايه صعدتهم للنهائي حرفيا باستخدام سامبو برده طيب يعني يا ريت ممكن يجيبوا الفيديوهات واحنا بنتكلم يلا هي نعرض يا جماعه الفيديوهات بتاع سامبو برده هي الفكره كلها ان الجناح دايما بيبقى واقف عند الباك العكسي فنفترض ان الكره ناحيه الشمال دايما الجناح الاخير او اللي بيعمل استريتش الملعب بيبقى واقف عند الباك الاخير في الملعب فيروح واخد خطوتين لورا بحيث ان هو يشتت انتباه الباك بحيث ان هو يشتت انتباه الباك ده معانا بالشرح بتاعه هتقولنا يا جماعه حياتها هتقول عشان هو بيشرحها كده تبقى باينه موجوده فيعملوا ايه فاروح حد جاي مكمل روح جاي ما بين الباك والسيرد باك دي اللقطه اللي هتظهر دي دلوقتي دي اللي صعدتهم لنهائي دوري ابطال افريقيا بص هو ده كان ثرو ان اوت عادي جدا هنا بقى يعني نقف عند الحته دي ده بوهر لاحظ ان هو بيكلم مين العلمود هو بيقول له تعالى ده الجناح ليه؟ بيكلم الباك الجناح بيكلم الباك بيقول له تعالى ليه بقى تعالى تخش على الفريم اللي بعده اللي بعده جاهز معانا يعني هو موجود بص الراجل ضرب سبرنت عشان يروح ما بين كمل ورا سامبو الباك والسيرد باك ويقش ياخد المساحه اللي ورا سامبو المساحه اللي سايبها سامبو كمل الفريم اللي بعده دي كانت عرضيه يحيى جبران بالظبط يعني مرفوع العرضيه في مستوى لا هو هو مدافع هايل بص هنا هي وضحت جدا بمجرد ما يكون الجناح قطم لجوه تعرف ان العرضيه تتعمل ان سوينج لجوه هنا بص بوهيرا راح فين بعد خالص بس شتت انتباه الباك لو دخلت على الفريم اللي بعده هتلاقي ان الباك رايت اللي هو العلموت رايح بقوه اولا من وضع حركه ثانيا جمب اعلى ثالثا الباك من وضع ثبات فما يقدرش يتعامل ولا يقدر يراقب العلمود وشطها ودخلت جون من هل بقى ما اتكررتش لا اتكررت مره كمان وبرده سجلوا منها بس بهدف تاني خش على على الفريم اللي بعده او اللقطه اللي بعدها دي كره دي كره عاديه وده على فكره بالمناسبه انا عايز استخدمها برده وتبقى نصيحه لمحمود متولي هقول له على نصيحه كده في اخر حته يعني كمل على الفريم اللي بعده يا اسدك بس لو لعب محمود متولي انا اتمنى انه يلعب يعني اتمنى محمود متولي يلعب بجد كمل شايف ان هو هنا الضغط الضغط من الاجنحه بص عامل ازاي هنا بقى الكوره برضو زي اللقطه اللي فاتت بمجرد الكوره ما تدخل في المساحه اللي هناك دي دايما على طول كمل بس بوهرة برضو طالب المساحه او الكوره في المساحه اللي واخدها مين سامبو اللي خاطف مين اثنين لعيبه عظيم فاذا سامبو مش بس بيهدف لا هو سامبو بيستخدموه بحاجات تانية وبيسجلوا منها وبقول لك صعدوا لنهائي دوري ابطال افريقيا بمجهود سامبو وهو مش موجود في الصوره اصلا بمجرد بس انه خاطف انظار المدافعين فهم بيشتغلوا على الحته دي كويس صحيح